حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني محمد بن ابراهيم ان ابا سلمه حدثه انه كانت بينه وبين اناس خصومه فذكر لعائشه رضي الله عنها فقالت يا ابا سلمه اجتنب الارض فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضين